من قرية البكرية في مركز بيبا بمحافظة بني سويف، وتحديدا من دوار العمدة، كان المئات من أهالي هذه القرية على موعد يوم أمس مع وجبة ثقافية فنية دسمة، وكمان كان في اكتشاف كبير للمواهب ضمن مبادرة الثقافة في مشروع حياة كريمة. هذا المشروع اللي بتشرف عليه وزارة الثقافة بيهدف للوصول بالمنتج الثقافي لكل القرى المصرية. بمعنى آخر، حياة كريمة مش بس هتعمل إنايات أو هتمهي الطرق أو هتفرش الأراضي أو خرافه، لا، هي كمان هتلعب على الجانب الثقافي علشان النور بالفعل يوصل لكافة القرى المظلمة. خلينا نتعرف على تفاصيل هذا المشروع. الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث في هيئة قصور الثقافة، معنا على الهاتف مباشرة. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. المشروع الثقافي الخاص بحياة كريمة، وصلنا لغاية فين؟ احنا النهاردة في محافظة بني سويف مركز بيبا. امبارح كنا في قرية البكرية دوار العمدة حسن محمد، واحنا عندنا نشاط اصلا اصيل في حياة كريمة واسمه دوار العمدة. النشاط ده احنا عملنا بيه افتتاح امبارح في البكرية، لان طبعا دوار العمدة بيبقى هو بيجمع لنا كل اهل البلد عنده في الدوار، بيجمع لنا كبارات البلد، بيجمع لنا شباب البلد، اطفالها، سيداتها، الفئات اللي ممكن احنا لوحدنا ما نقدرش نوصل لها بشكل مباشر. فهو ككبير البلد ودوار العمدة وكالعمدة بتاعتهم هو اللي بيجمع لنا الناس دي، وبنعمل عنده في الدوار، بنعمل مسرح، وبنعمل مجموعة من الورش كبيرة كتير لكل الفئات. يعني كان عندنا ورشة للخيامية للسيدات، كان عندنا ورش لاكتشاف مواهب الأطفال، كان الأطفال دول عندهم بقى مواهب في الغنى، في الشعر، في أداء حركي، في التمثيل، في اللي عندهم مواهب في الاختراع كمان وفي الفكر كمان بنستقبلهم. عندنا ورش متنوعة بقى للأطفال كتير، عندنا ورش حكي، عملنا لهم ورشة حكي للأطفال والشباب امبارح في بداية البرنامج عن الاثار السلبيه للمخدرات وللتدخين، لفكره مناهضه التدخين والقضاء على الموضوع ده. يعني حضراتكم بتقدموا محتوى ليه هدف كمان؟ طبعا يا فندم، اي حاجه احنا بنقدمها ليها هدف وليها رساله احنا عايزين نوصلها، حتى لو كان عرض للاطفال بالعرايس له هدف وله رساله لازم توصل. فهي الفكره مش ترفيه بس، هي فكره بناء الانسان المصري. احنا بنبني ازاي؟ بنبني فكره ازاي؟ بنبني روحه واخلاقه ازاي؟ بنعيد القيم والاخلاق ازاي؟ بنغير المفاهيم السلبيه او المفاهيم الخاطئه ازاي؟ ده كله احنا بنشتغل عليه. يعني احنا ما عندنا من اهم القضايا اللي احنا بنتكلم فيها القضيه السكانيه والاثار السلبيه المترتبه على القضيه السكانيه، اللي ما فيش تنميه بتحصل بشكل كامل طول ما في زيادة سكانية موجودة تبلع كل ده. دكتورة حنان، هل بتقدموا فقرات بس؟ هل الموضوع بيقتصر على انكم بتقدموا فقرات ولا كمان بتتبنوا مواهب؟ لا يا فندم، طبعا المواهب احنا بنكتشف مواهب، المواهب اللي بنكتشفها دي بنبدا نتبناها وبندشن في نهاية الدولة بتاعتنا في المركز اللي احنا فيه، القوافل اللي بنشتغلها والحسابية اللي بنشتغلها والاماكن اللي بنشتغلها. احنا بنشتغل على الكرة والكرة التابعة للمركز اللي هو حياه كريمه. فبنبدا نكتشف المواهب دي، نبدا نعمل بيها قاعده بيانات، وبعد كده بنبدا ندشن لهم مركز رعايه الموهوبين دول في قصر الثقافه اللي هو موجود في المركز نفسه. واحنا عندنا قصر ثقافه بيبا ان شاء الله هو في بيتعمل له اعاده تاهيل بشكل قوي، وخلاص قربنا نقرب يعني ان شاء الله يفتتح باذن الله. فده هيبقى المركز الخاص، هيبقى جواه مركز لمواهب الاطفال، اللي الاطفال احنا اكتشفناها هنبدا يعملوا لهم عمليه رعايه وتنميه مع المركز بقى، ويبداوا يشتغلوا معاهم بشكل مستمر. ده اللي احنا بنتكلم فيه، مع فكره استمراريه النشاط واستمراريه الشغل. احنا مش بنروح بس الاسبوعين او الفتره احنا بنروحها في المركز وفي الكرة التابعه وبس، لا، احنا بنكمل، لان بيبقى عندنا زمايلنا الموجودين في المكان الفرع الثقافي اللي موجود في بني سويف بيكملوا بقى. أيوة. يعني احنا بنبدا بمجموعه انشطه ممكن تكون الى حد ما فيها فكر وفيها مفهوم وفيها رسائل. أيوة. عايزين نوصلها. أيوة. زمايلنا بيكملوا هذه الرسائل. طيب احنا يعني وضحت الفكره، بس انا حضرتك بتقولي تبني المواهب، بنعمل بيهم داتا بيز او قاعده بيانات وبنرعاهم في مكانهم.
طب المتفوقين منهم يعني انا عندي مثلا اصوات ممكن اوديها للكونسرفاتوار، اوديها معهد الموسيقى العربيه، ممكن اوديها تدرس مسرح، تدرس تمثيل، تدرس غنى. طبعا بعمل ده ولا ما بعملش؟ يعني انا عندي مثلا كابيتانو مصر، البرنامج العظيم اللي عملته الشركه المتحده، بيكتشف مواهب من جوه القرى وبيصدرها للقاهره العاصمه وممكن يوصلوا بعد كده للعالميه. هل انا بعمل ده في وزاره الثقافه برضو، ببقى كشاف للمواهب الفنيه؟ ده دورنا يا فندم، ده اللي احنا بنعمله بشكل مكثف جدا، وبنشكرك حياه كريمه، وبس بنعمله على مستوى البيوت الثقافه، سوق الثقافه على مستوى مصر كلها. اللي احنا عندنا الهيئه العامه لسوق الثقافه فيها حوالي 625 قصر وبيت ثقافه ومكتبه طفل ومكتبه عامه. ده هيئه بس من ضمن قطاعات الوزاره ما شاء الله كتير اللي بتشتغل برضه على نفس المفهوم. فاحنا بنتكلم، بس الهيئه ليها اماكن في القرى، يعني هي اكثر انتشارا يعني. مفهوم. فده من ضمن المبادئ او من ضمن الاهداف اللي احنا بنشتغل عليها اصلا، ده هدف اصيل احنا بنشتغل عليه. طيب دكتورة حنان، يعني البعض كده ممكن يقول لك ايه، انه ايه الهدف يعني من عمل قوافل ثقافية في قرى حياة كريمة؟ طب ما الأولى بقى المباني والحيطان والحاجات دي كلها. احكي لنا عن أولوية انه يعني زي ما كان حتى مصطفى بيقول في الأول، انه ده يبقى النور في العقول زي ما بيقولوا، ان احنا نوعي الناس من حاجات معينة زي ما حضرتك قلتي، انه في يمكن محتوى تثقيفي، في هدف، في رسالة منه. قولي لنا. وكان في كمان عروض فنيه، احنا كان عندنا موسيقى عربيه بنشوف قدمت فقرات فنيه، والشباب والاطفال اتفاعلوا معاها جدا وكانوا بيغنوا معانا كمان. هي فكره ان احنا رحنا قريه ما فيهاش مركز ثقافه، تمام؟ وممكن يكون ما رحناهاش قبل كده، يعني المكان ما رحناهوش، ممكن ما كنا احنا اولادنا بيجوا لنا القصور او بيجوا لنا الاماكن بتاعتنا او بنزل لهم المدارس، لكن ما رحناش دوار عقده، ما قعدناش في مكان وسط الشارع وسط الناس دوار ده في الحته دي. احنا بنعمل ده كتير في اماكن اخرى، لكن في المكان ده احنا اول مره. فبالنسبه لهم ده اول مره يمسكوا لون، اول مره يمسكوا خامه، اول مره يعملوا حلي، اول مره يشوفوا الخياميه بتتعمل ازاي، ممكن يسمعوا عنها لكن ما يشوفوهاش، ما يعرفوش ازاي تاكلها. اول مره يبقى عندهم مسرح يتعمل فيه عرايس قدامهم، بيتعمل فيه عروض فنيه قدامهم، كان فيه مسابقات. فطبعا ده بالنسبه لهم ده حاجه، يعني اعتقد انها تبقى حاجه الاطفال مش هنسوها ولا حتى الكبار. لكن احنا بنكمل معاهم في اللي احنا بنشتغل عليه، في بنكمل رسائلنا بقى. هايل. طيب مع حضرتك بس انا برضو ايه، كان في حديث عن الانتقال من فكره التواجد داخل قصور الثقافه الى الحدائق العامه، الى الاماكن العامه، عشان التجربه تبقى عامه وكل يشارك. هل الكلام ده موجود في المبادرة الخاصة ما بين وزارة الثقافة وحياة كريمة؟ يا فندم احنا بننزل في الكرة والنجوع وبننزل في الشارع وبنشتغل على الأرض بشكل يعني مباشر، مش في الحدائق العامة وبس، الحدائق العامة ده مكان مغلق وبنشتغل فيه من زمان، لكن الفكرة إن أنا بنزل للناس في الشارع بتاعهم وبعمل مسرح في الشارع بتاعهم وأقف في وسط البيوت وأشتغل مع الولاد والستات والرجالة والشباب، ونشتغل معاهم كل برامجنا ليها ليها هدف وليها رساله. دي حاجه احنا شغالين عليها في حياه كريمه طبعا، ده اكيد. والمهم كمان ان احنا بنقول لحضرتك قبل كده، الاطفال لما بنكتشفهم، وبعدين مش اطفال وبس، السيدات اللي بنعمل لهم عمليه تمكين اوقات كتير، لما بنيجي نشتغل تاني في نفس المكان عندنا داتا بنصدر، بنشتغل معاهم مع المجالس القوميه زي المجلس القومي للمراه مثلا، فبنبدا نعمل لهم احنا ورش تمكين للحرف التراثيه والتقليديه اللي موجوده في المكان. صحيح. والمجلس القومي بيعمل معايا اللي هي هي اداره الاعمال، ازاي وازاي تعمل دراسه جدوى. ايوه. فهو بيديها الجزء النظري اللي تقدر تعمل منه مشروع ونبني مشروع، وانا بديها الجزء العملي اللي بتشتغل عليه في المشروع بتاعها، فبالتالي انا اقدر مع مجموعه عمل السيدات دول نقدر نخلق فكره اللي هو ايه المشاريع الصغيره اللي تحافظ بقى، مش مشاريع وخلاص، لا انا بعمل مشاريع لحفظ وصول التراث، لو انا بحفظ واصول الحرف التراثيه اللي اثرت على الاندثار، وبحاول اعيد مثلا لو الحرفه نفسها ما لهاش استخدام دلوقتي، الحرفه بتندثر لما بيكونش ليها استخدام، حضرتك ما بتستخدمش حاجه هتسيبها. فنبدا نعيد فكره استخدامها ازاي؟ اقدر اعمل لها ايه؟ اعمل لها اعاده فكر استخدام، زي مثلا الحصيره، ما حدش دلوقتي
بيفرش حصير في بيته. فانا لو عملت الحصيره كمعلقه، عملتها كتحفه، عملتها بشكل ما اللي في الشغل بتاعنا، فبالتالي انا بعيد استخدامها، فبعمل لها حفظ وصول واستمراريه في تصنيعها. صحيح. فده حاجه زي يعني فهمت. ده تراث مهم. احنا بنشتغل على المفاهيم دي بالظبط. على حفظ التراث بشكل عام. بس حضرتك مثال يعني، مش الحصيره اللي بنشتغل طبعا على طبعا الحصيره كمثال يعني في الفنون الايه اليدويه، لكن اكيد بالتاكيد في فنون في الغناء وفي التمثيل وفي الموسيقى وفي المسرح زي ما حضرتك قلتي. بنشكرك يا دكتوره الدكتوره حنان موسى رئيس الاداره المركزيه للدراسات والبحوث في هيئه قصور الثقافه، يعني جهد مشكور من وزاره الثقافه. نتمنى ان احنا نشوف في تواصل ووصول لاهالينا في القرى والنجوع، لان هم الاكثر يعني حاجه للجهد المعرفي. اعتقد ان دي اهم رساله للدوله المصريه. صحيح مهم الطرق والكباري والصرف الصحي وخلافه، لكن غذاء الروح وغذاء العقول برضو مهم جدا. يمكن درس وزارة الثقافة بتأديه على أكمل وجه من فترة كبيرة قوي، مهتمية جدا حتى بالمحافظات الحدودية كمان. صحيح. وصلوا لآخر وأبعد نقطة في مصر عشان يقدروا يوصلوا لجميع المصريين وينشروا فعلا الوعي والثقافة بموضوعات ومحتوى مهم ذات أهمية وذات هدف.